السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا اسمه بابليك برومتس، ده عبارة عن تجميع الأفضل البرومتس اللي موجودة. يعني لو أنت عاجبك الشكل دوت هتدوس عليه، هيديك البرومت اللي تقدر إن أنت تدخل أي موقع من المواقع اللي بتحول البرومت لصور، زي مثلا موقع ليوناردو، وتنسخ البرومت وتحطه هناك فيبدأ يجيب لك حاجة زي كده، وتقدر بعد كده تعدل في البرومت أو في التكست، ممكن تضيف كلمة تشيل كلمة ولحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. تمام، في بروت مثلا زي دوت. تمام، دي صورة اهيت، تقدر انت تشوف انهي صورة فيهم اللي عجبك. تمام، في بروت مثلا زي كده، موديل لايبراري. طب انا عجباني دي اعملها ازاي؟ ممكن مثلا اجي هنا وادوس هنا، ممكن تصميم معين انت عاجبك مثلا التصميم دوت، لكن ممكن تستخدمه في ان انت تقول له انا عايز ابني مسجد، فهو بيقعد يدور في النت لحد ما يلاقي صورة معينة للمسجد. تمام، تقدر تستخدم برومت وتعدل فيه زي ما انت عايز. خلاص كده، اول ما دوست هنا هو نسخ الكلام، وتقدر تروح اي مكان وتقول له اعمل لي البرومت اللي انا عايزه.